سيلوليدات. نادية نادية، صوتك في حملة في اللي فات. صوتك في تفضلي انت دايزه لايف. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، وحنا كنتواجدوا في هذا المكان بالضبط فين دارت ام الرضيعه وهذه صديقتها هدايه الله يرحمها، هنا فين درتوا اللايف، هنا في هذه البلاصه فين دارت لايف. وام ربيعه جات من اقاليمنا الصحراويه من قلميم ودارت نداء لبنتها في الدار البيضاء باش المحسنين يتساعدوا مع بنتها رضيعه، كان في عمرها 8 شهور، كانت مصابه بالسرطان، قدر الله وما شاء فعل، هداية توفت الله يرحمها. المحسنين عاونوا صيفطوا، لكن للأسف أم هداية وقعت ضحية واحد سيد على حساب الأقوال، على حساب اللي شفت في الشكاية، تعرضت للنصب بحيث أن هذا السيد انتحل صفة ضابط شرطة اللي غنسمعوا، وكان دار واحد الحساب بانكي، فهاد المحسنين كيصيفطوا لهذاك الحساب، يعني على حساب اللي غتقول السيده ان يعني كانت مساعدات كثيره من المحسنين يعني بالملايين، ولكن ام هدايه ما خدات حتى شي حاجه. والسيد يعني حاليا مشابه فيه في حاله اعتقال، تم اعتقاله بمدينه قلميم، والصديقه ديالي الله جات من قلميم لان حضرات معاهم الوفاء العزو المسائل الله يرحمها. واليوم غتعاود لنا التفاصيل شنو اللي وقع بالضبط والنصب اللي تعرضوا له، وحاليا المشابه فيه راه في حاله اعتقال. السلام عليكم، اولا البركه في راسكم من جهه هدايه، انت غير صاحبتها وبقيتي وقفتي معاها وحتى درتي واجب العزاء وعجيتي عاد دخلتي للدار البيضاء البارح كنظن، اليوم فاش اتصلتي بيا دخلتي للدار البيضاء. واخا عاودي لينا شنو وقع، لحنا حنا بالنسبه لينا حنا نهار النداء صافي راه قلنا ان شاء الله المحسنين راه يتصلوا وهدايه راه ان شاء الله. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاه وسلام. انا يا صديقه حياه ام هدايه، ام هدايه، انا ما كنعرفش حياه بان النصب هو اللي عرفني بها بان يا هدايه حياه امه هدايه كانت ما كنعرفهاش، نشرت واحد الموقع في مدينه قلميم وهذيك النصاب نصب عليا انا الاولى باسم هدايه، دوا معايا في الفيسبوك بالفيسبوك ديالي انا وعطاني حاله هدايه وصيفط له واحد البركه. انت ساهمتي؟ انا ساهمت في البركه. عاد عيط ليا قال لي احنا ما عندناش فين نديروا اللقاء الصحفي في مدينه، ما غادي يجيو لكازا. قلت له مرحبا بك. جابوا جا هذاك المعتقل وجاب ام هدايه وهدايه. اتصلت انا بشوف تي في، جاو عندي للدار رحبت بهم. من بعد درنا النداء على اساس نداء يعني مساعده للطفله الله يرحمها، الله يرحمها، دا غير 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 الويل وغير خلاه غير خلاه. من بعد وليت انايا كنتكاشف، كنتصل بالام هدايه وليت كندوي معاه، هو كيتواصل معايا كيقول لي بانك كتوصل بالمساعدات باسم هدايه. شويه وانا وليت كنتكاشف بعض يعني حتى شي حاجه ما كاينه، يعني حتى شي حاجه ما كتوصل لام هدايه. ام هدايه تواصلت مع ام هدايه قلت لها شحال هادشي كتوصلي، قالت لي لا. وليت انا عرفت النصاب، اتصلت بالامن ديال الدار البيضاء هنايا درتو شكايه، استشرت مع الامن. هو كان منتحل صفه، منتحل صفه ضابط شرطه ممتاز. هذه هي الصفه اللي عطاك في الاول. هذه هي الصفه اللي عطاها في الاول. ومن بعد وليت انايا اتصلت بالامن ديال الدار البيضاء، عطيت لهم المشكل، قالوا لي ديري شكايه للوكيل الملك. درت شكايه للوكيل الملك، اتصلت بالامن ديال قلميم وقلت لهم ودي كاين واحد السيده كيفاش، قالوا لي لا ما حقناش نخرجوا حنا حتى تشوفي انايا سميشو، حتى تشوفي بان يا سيد الوكيل الملك. قدم شكايه من عند سيد الوكيل الملك، مشيت لمدينه قول هنا في كازا، مشيت لمدينه قلميم. بقات فيك الحرقه؟ بقات فيا الحرقه ديك السيده بان يا انا كان كيقول لي بقات فيه البنج، هو كيشد المساعدات وانا كنتواصل مع الام الهدايه، هو كيقول لي انا يا ام هدايه كتقول لي هادشي ما كاينش نهائيا. نعم. بانه هو كيصيفط لي الوراق بان باش كيتراسل الفلوس من عند المحسنين، كيصيفط لي والفقره ديال المحسنين انا اللي كانوا كيهضروا معاه. من بعد انا قدمت شكايه يوم الثلاثاء هنايا، قدمت الثلاثاء نهار الثلاث نهار الاربع صباح في قلميم، شديت الطريق مشيت بيتها في قلميم.
صبحت مع مامتي هدايا، مشينا قدمنا شكايه اخرى بمدينه قولميم، تواجهنا الى مصالح الام بي قولميم، كانوا استقبال الحار لامن مدينه قولميم، داروا خدمتهم صراحه الله. يعني بعد 3 ايام داروا الخدمه ديالهم، وكنشكر كل الضباط ديال مدينه قولميم والامن الوطني ديال قولميم، يعني في هذا الحاله هذه يعني في ظرف واجي تم اعتقال كما الاعتقال ديالو، ومن بعد الاعتقال ديالو انكر بان داكشي اللي منصوب عليه، ولكن كاين ادلال وكاين شهود ان هذا نصب وماشي اول شده، راه شحال من شده، ولكن مع الاسبوع اللي تشد فيه هو توفات بنتنا هدايا عندها 8 شهور عندها 8 شهور و 10 ايام نعم، بان هو كيقول ان هدايا كاينه في انعاش وهدايا ما كايناش في الانعاش، يعني كان كيقول للمحسنين هدايا في الانعاش، هدايا في الانعاش. انا بعد المحسنين تواصلت معهم بتليفوني انايا، عطاني هو الوامر، هو كيقول لهم بان هدايا في الانعاش، هدايا ما كايناش في الانعاش، وهو كيكذب عليهم. وديك المساعده اللي انك تجيب سميت هدايا كياخذها هو، وداير رقم حساب بنكي بالاسم ديالو هو. نعم هذه هي الشكايه اللي درتي بها، هذه هي الشكايه اللي درت بمدينه الدار البيضاء، هذه هي الشكايه اللي درت بمدينه الدار البيضاء، ودرت هزيتها وديتها للبوليس ديال تمايا، والحمد لله راه تعتقل وراه امام القضاء، والحمد لله كاين الوكيل يعني اللي ان شافوا الحاله هدايا، قلتي عاونوها حتى ماديا، عاونوها الناس يعني الشرطه وحتى وكيل، واخا هادشي ما خصناش نقولوا يعني كيبقى الاجر يعني لا كلشي يعني من هدايا توفات، هذا الشكر موجه للوكيل الملك بقولميم انه يعني صيفط شي بركه باش دير العزو ام هدايا، لان ما عندهاش مسكينه باش دير عزات بنتها الله يرحمها. يعني كان ضروري انا نقول هذه الكلمه، ماشي باش نبينوا انا، ولكن الانسان يعني ملي كيكون المسؤول او الانسان سبحان الله راه كيعتبر هذيك البنيته بنته وكيعاون حتى هو الحمد لله، ويعني ومشكور مشكور من هذا كل المحسنين انا اللي عاونوا هدايا. وحنا دابا حاليا في هذا يعني في هذا اللايف انا ماشي كنقلبوا على المساعده لهدايا، كنقلبوا القضاء المغربي ينصف ديك الام وياخذ لحقها بنتها، يعني بنتها توفات وهو بان بنتها كتموت وهو كينصب، وربما هذوك الفلوس كان ممكن تعتق هذيك البنت، واخا الاجل بيد الله لكل اجل كتاب. نعم. ولكن كان ممكن ان تعتق هدايا، بان الدواء ديال هدايا ما كاينش في المغرب، كاين في الدول الاوروبيه، هو ان داكشي كامل عين صبر الاحتيال، يعني الاخت ديالنا طاحت يعني في مشكل خايب مع ديك السيد، بان نصب عليها وبان يعني بزاف الحوايج تازمت ديك السيده. والنصيحه اللي بغيتي توجهي ان الناس ما يثيقوش، ما يعطيو حتى شي واحد لا حساب، المهم كان شي حاجه توصل لهم، دابا هي دقت فيه والحساب البنكي داروا بسميتو، كنهضر على اللي فهمت ياك يعني، وهي الناس كتعطي كيعطي الناس هذاك الحساب البنكي اللي بسميتو هو، هو اللي بسميتو هو ويعني الناس اللي كيصيفطوا هو ما انه كياخذ هو، بعد انا الناس اتصلت بهم انا كنعرفهم بان يعطاهم كياخذ هو. تقريبا شحال القيمه الاموال اللي عندك في كلاليت؟ احنا ما المعلومات اللي لقينا حنايا بان هما غير الورق اللي شدينا حنايا شدينا شي تقريبا شي 1 مليون، لان غير هذاك الشيء اللي هذاك الورق اللي شفنا حنايا بعينينا عاد يعني خلي داك الشيء ان الحساب ديالو هو ما الله اعلم شنو فيه، ولكن دار بحث يعني قلتي لي دار بحث، يعني دابا الشرطه غادي تعرف دار بحث في الوكاله البنكيه بان بنك الشعبي، وان بلا ما ندخل الاسماء هو ما كانش داير غير بنكه وحده، بان باش تعرفوا ان نص محترف ما كانش داير غير بنكه وحده، يعني الناس ما كانش كيصيفطوا غير في الكونت، لا كان كيعطيهم الاسم ديالهم الاسم ديالو، وكانوا كيصيفطوا فاكاش كاش بلس، يعني باش ما يكونش باش يعني ما يكونش نفس يعني من الشبه فيه، يعني واخد عنده المهم هو كيفهم في هذا الشيء. احنا حاليا دابا هذوك كتبقى تيهلو وتمتهم بري حتى تثبت ادانته، على حساب القول ديالك هو كيف يعني كيفهم في هذا الشيء، فبالتالي عارف الطرق كيفاش يدير باش يبعد الشبهات عليه، يبعد الشبهات عليه. والضحيه ام هدايا، وهدايه الله يرحمها، بان الضحيه هي هدايه الله يرحمها، الله يرحمها المغفره، والام ديالها يعني حاله نفسيه حرجه مسكينه، والله يصايبها الله يزيد لها الشتاء ود الخير، وبغينا القضاء المغربي يكون يعني ان شاء الله باذن الله على ذاك المجرم، يعني ها هو ما هي ماتت ها هو اشنو دا، وام هدايا مسكينه كتقلب يعني زعما باي طريقه بغات حق بنتها، يعني حق نعم. هدايا يعني ها هي هدايا ماتت اش بقى لها مسكينه، ما شدت دوت بنتها ما حتى شي حاجه، واحد استافد واحد مشات للروضه مسكينه الله يرحمها، وهي كيف كنقولوا راه
طيور الجنة، طيور الجنة ملائكة الرحمن هي، يعني مش 8 شهور ان شاء الله. عشان نقول لك يعني كانت اسف وغرافة، اكيد هي في الفردوس الاعلى، لا. وان شاء الله الله يخفف على امها. امين امين. ماشي سهله، وعندها غير جوج وليدات ياك، جوج وليدات عندها وليد، وهذه هي البنيته، وهذه البنيته، وان عندها مشاكل زوجيه، يعني هي مسكينه كتطلق، وان يعني كثرت عليها المشاكل، بان السيده خصها يعني خصها دعم نفسي، دعم نفسي، واخو مازال محتاجه المساعده الماديه، لان الظروف ديالها على حساب الصور اللي شفت اللي وريتيني، الظروف ديالها قاسيه، ظروفها قاسيه بزاف، وحتى الولد ديالها الصغير بان الظروف قاسيه، بان كيدور كيقول لنا هدايا فين كاينه، بان كيدور كيقول لنا فين هدايا، فين كاينه هدايا، يعني خيل هذيك الهضره ديال خو ديال خشو، كيقول لك ان هي اختي فينا هي، يعني الناس لا يرتاها يعني حالة صعيبة، الله يسهل العوان. والمجتمع المغربي ديالنا ما كيرحمش، المجتمع نعم. المغربي ديالنا حنا ما كيرحمش، ولكن كنطلبوا لها مسكينه، الله يرحم ديك البنيه، والله يشوف من حال ديك الام مسكينه، والبنت والولد ديالها، الولد ديالها الله يدير لهم تاود الخير، والله يسر امرها. القضاء المغربي، وكنتمنى من اداره المديريه العامه للامن الوطني تكون صارمه في حق هاد الاشخاص هادو، يعني تكون المديريه تكون كينصبوا على المحتاجين، يعني المحتاجين، الانسان اللي ماشي كينصبوا على شي واحد، كينصبوا على المحتاجين، يعني هو النصب بصفه عامه مخصوص يكون، ولكن ملي كيمشي لواحد السيده مسكينه دارت نداء وتوجهت